اولا احنا ما بلوكيناش، وكل مره كنرجعوا نستغلوا باش نوجهوا انذار للوزاره على اساس تجلس معنا. واللي كيتهمنا باننا بلوكينا التعليم خصو يعرف بان راه المغرب تبلوكا سته الاشهر بلوكاج حكومي، ومعروف شكون اللي بلوكاه، وبلوكاه رئيس الحكومه اللي كاين دابا، وراهن شعب كامل بدون حكومه بدون حتى حاجه من نظر البلوكاج. حنايا لن ناخذوا التلاميذ، عفوا التلاميذ ليس رهائن عندنا، وانما نطالب بمطالب ديالنا الاجتماعيه. واضيف على اننا احنا في الساحه وبعض الفئات تستفيد. الان ملي كنشوفوا التعويضات كنلقاو تعويضات ديال المهام التكميليه ضوبنا في جوج، في حين الاستاذ كيقول له راه خديتي 1500 درهم، ويعلنها العام يتم شيطانته ويتم اتهامه على انه اخذ التلاميذ كرهائن. لهذا نقول يجب التفاف الى رجل التعليم لانه هو المباشر مع ولاية الشعب باش يخدم مع ولاية الشعب، وباقي الفئات راهم يمشيو ياخذوا معاهم حوار ياخذ حتى سنوات، ما عندنا غرض. شكرا.